أخوكم عاطف فالح، أنا أحد الحاضرين للدورة، وأنا لم يكن لدي أي خبرة مسبقة في سوق المال، ولم أشتري أي سهم قبل كده بصراحة، أنا اللهم اكتتاب واحد. أسمع كلمات زي المقاومة والارتداد، نقاط الدخول ونقاط الخروج، الهروب، فترة التجميع، وهذه كانت بالنسبة لي كلمات مبهرة لا أعرف عنها شيء. حاليا الحمد لله بعد الدورة هذه أعتقد أني صار عندي الأساسيات اللي على أساسها أقدر أقرر دخولي من عدمه في السوق، واتجاهي في السوق بشكل عام، سواء كان السوق السعودي أو غيره من الأسواق. لا، واستفدنا أكثر أنه ما ينطبق على السوق السعودي بسبب التحليل الفني، ينطبق على الأسواق الأخرى، سواء سوق الذهب أو سوق الفوركس أو أيا كانت يعني من السوق الثاني. فنصيحتي إن أراد الواحد أنه يأتي بشيء ويقوم بشيء يفهم أساسياته ويدخل على أرضية صلبة، بدل ما يتخبط ما بين آراء وكلمات يكون على أساس غير ثقة يعني، ولا غير على غير أساس علمي. وطبعاً نشكر الأستاذ معنا اللي أعطانا خبرته في الكورس هذا، تطبيق عملي بعد كان جيد جداً، أرى أنه ما زال في مجال للتحسين الكورس. أنت أول دورة تلتحق فيها بالتحليل الفني؟ أنا أول مرة، أول دورة مالية بشكل عام يعني، ما شاء الله فيها مجال لتحسين الدورة بشكل كبير، وكتبنا ملاحظات صح، وإذا أخذ فيها سواء ملاحظات أو ملاحظات الشباب، فأعتقد أنه بإذن الله تعالى الفائدة المرجوة من الدورة هتكون أكبر بكبير. ولو أنه ما زال الفائدة اللي أنا لمستها شخصيا بصراحة عالية جدا. بمشيئة الله وبارك الله فيك.